حدث في مثل هذا التاريخ، 31 من مارس آذار، في عام 1446 برنارد دي كليرفو يلقي خطبته الشهيرة في أحد حقول فيرزالي، محرضا على القيام بالحملة الصليبية الثانية، وذلك بحضور لويس السابع ملك فرنسا. في عام 1492 ملكة إسبانيا إيزابيلا الأولى تصدر مرسوم الحمراء الذي ينص على أن يتحول جميع رعاياها المسلمين واليهود وعددهم 150 ألفا إلى المسيحية وأن يرحلوا عن إسبانيا. في عام 1866 البحرية الملكية الإسبانية تقصف مدينة فالبرايسو في تشيلي. في عام 1889 الافتتاح الرسمي لبرج إيفل بباريس. في عام 1909 بدء بناء سفينة تايتانيك الشهيرة. في عام 1917 الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على جزر الهند الغربية الدنماركية بعد دفع مبلغ 25 مليون دولار إلى الدنمارك وتعيد تسميتها إلى جزر العذراء الأمريكية. في عام 1921 تشكيل سلاح الجو الملكي الأسترالي. في عام 1931 زلزال مدمر يضرب مدينة ماناغو عاصمة نيكاراغوا أدى إلى تدميرها ومصرع 3000 شخص. عام 1934 تأسيس الحزب الشيوعي العراقي. في عام 1947 إعدام مؤسس جمهورية مهابارد قاضي محمد. في عام 1979 انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطا وإعلان استقلال الجزيرة. في عام 1991 الجورجيون يصوتون لصالح انفصال جورجيا عن الاتحاد السوفيتي. في عام 2009 بدأ انسحاب القوات البريطانية رسميا من العراق بعد 6 سنوات من تواجدها في جنوب العراق. في عام 2009 الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تحوز على ثقة الكنيسة. في عام 2014 وفاة ما لا يقل عن 70 شخصا في تفشي وباء إيبولا في غرب إفريقيا. في عام 2014 رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرلوت يستقيل من منصبه بعد التراجع الكبير للحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات البلدية أمام الأحزاب اليمينية. في عام 2019 انعقاد القمة العربية 30 في تونس العاصمة.